شباب اللي ورا، احنا دلوقتي في مجموعه اسمها محمد بيك ابو دهب. محمد بيك ابو دهب ده من عصر عثماني، فبالتالي في المعايا ده اهو، في الورق المعايا ده اهو، هتلاقي في العصر العثماني في 3 بروتوتايب، تمام كده اهوت. احنا في بروتوتايب نمبر 2 يا شباب، احنا في نموذج رقم 2. نموذج رقم 2 على سبيل المثال محمد بيك ابو دهب اللي احنا فيه ده اهو، وفي جوامع كثيره شبهه زي سنان باشا وغيره من الجوامع اللي احنا ممكن نخشها. طيب الجامع دوت ستايل عثماني، اعرف منين؟ هتلاقي اقوى حاجه مميزه في ستايل عثماني ان في قبه مركزيه. فلما هنخش جوه هتلاقي دوم كبير مركزي اللي هو بيغطي تحتيه جمهور المصلين، تمام كده يا شباب؟ فناخد بالنا المعلومه دي. رقم 2 هتلاقي فيه رواق اهو، ايه الرواق ده اهو؟ اللي هي المساحه المحصوره بين البائده وبين الحيطه بتاعت الجامع. تاني في سؤال ممكن يجي في امتحان اقول لك عن ايه رواق؟ هترسم لي ممر زي ده. اللي احنا كنا بنسميها في المباني اللي هي الكنائس ايه؟ حد فاكر؟ ايوه فاكرين الايس يا شباب؟ فاكرين الايس اللي هي الممرات الجانبيه؟ الممرات الجانبيه هي اسمها عندنا دلوقتي رواق. خلاص يا شباب؟ والمجاز الكبير مساحته كبيره اللي هو كان النيل لحد ما. والبائكة اللي هو صف من الأعمدة عبارة عن أعمدة في الأرش سكوير بالشكل ده أهو، تمام كده يا جماعة؟ هتلاحظ إن السقف بتاعي عبارة عن قروة، عبارة عن جزء من القبة، والقبة صغيرة ضخمة. فده من سمات الفكر اللي ظهر في العصر العثماني. بنعرف منين المبنى بتاع العصر العثماني؟ هلاقي في قبب كتيرة صغيرة، وألاقي قبة كبيرة مركزية، والجامع شكله كده، الملامح البصرية بتاعته كده. مفيش فيه فكرة الفناء المكشوف زي اللي في الازهر، وزي الجامعه اللي هو بتاع الحاكم، وزي الجوامع المختلفه اللي احنا دخلناها بجواز الاسبوع اللي فات والنهارده. عايزك بقى تخش كده اهوت جوه في القبه وتشوف بعينيك الستايل العثماني شكله عامل ازاي. يلا نتفضل. النموذج اللي احنا فيه ده اهو، اقول تاني لغايه الاهميه، بص كده بعينيك الورقه دي مفتاح سحري لكل الحاجات اللي احنا بنخشها. دي فيها البروتوتايب اللي احنا فيه ده عصر عثماني اهو، اهي ده. وهتلاقي فيه ثلاث اجزاء، في بروتوتايب نمبر 1 و 2 و 3. اللي احنا فيه ده بروتوتايب نمبر 2. تمام كده اهوت، طلع من تحت السكتش دوت ايه؟ جوامع كتير، من ضمنها جامع احنا فيه اسمه محمد بيك ابو دهب. محمد بيك ابو دهب ده جامع الناس بتصلي فيه. في ضريح مدفون فيه اللي هو اسمه محمد بيك ابو دهب من العصر العثماني. وهلاقي فيه تكيه هنخشها كمان شويه اللي هي اتحولت دلوقتي متحف نجيب محفوظ. وهلاقي كمان في عندي هناك سبيل وكتاب وحوض. وفي بير ميه. كل ده في مجموعة أبو الدهب. طيب مجموعة أبو الدهب ستايل عثماني، أعرف مين هو عثماني؟ هتلاقي فيه قبة مركزية شكل دي، خش ده عامل إزاي؟ القبة اللي إحنا كنا بنشوفها في العصر المملوكي كانت بتغطي الطريق. أما مفهوم القبة اختلف في العصر القاعد المملوكي اللي هو اسمه العصر العثماني، لكن القبة بدل ما بتغطي الطريق فبتغطي جمهور المصليين. ليه؟ علشان تمام؟ أولاً لاند مارك اللي جاي من بعيد يعرف فين مكان الجامع القبه المركزيه ديت. ثانيا عشان هي بتجمع الصوت وبتضخمه. فبالتالي بيجي يرقص او بيجي بات القران وهو والسجود في الصلاه صوته هيبقى قوي. يبقى اصبح دلوقتي اللي احنا شايفينه دوت طبعا معالجه صوتيه وفي نفس الوقت بصريه بعلامه بصريه مميزه بتشير من خلال الفكر الرمزي. ركزوا معايا، بتشير من خلال الفكر الرمزي ان تحتيه في حاجه مهمه، تحت القبه حاجه مهمه. بص الزخارف الموجوده عندي فوق شكلها عامله ازاي؟ دي كلها ملامح فكر عثماني. الالوان الذهب اللي هي لونها اقرب من الجبلي والكحلي والكلام ده، دي كلها ملامح فكر عثماني. الدوائر كتير اللي شايفينها هي دوائر كتير، دي ملامح فكر عثماني. الحاجات الفرعيه الموجوده فوق دي كلها ملامح فكر عثماني. اسال بقى سؤال، اسال سؤال واللي هيجاوب هيبقى ليه فرص عندي دلوقتي. ايه اللي فوق ده؟ بصوا كده على اللي فوق ده اهو. ايه اللي فوق ده اهو؟ اللي عارف يفتح ليه؟ ها؟ ايه اللي فوق ده اهو؟ مش سهلة دي. ايه؟ بص كده زمان بيقول ايه؟ زمان بيقول مشربية ولا مش مشربية؟ طب اديها لأي حد. لا تذكرتك انت. ايه ده؟ مبلل. مش احنا قلنا في حاجة اسمها بنت مبلل؟ لما دخلنا في فرج ابن بلوغ او بلوغ فرج او الظاهر بروق اللي احنا بنتكلم عنه، مش كان فيه عباره عن اعمده حجر وفي مكان بيقف عليه واحد هو اسمه مبلل؟
اسمع المبلغ ده وين الدكه دي؟ هو اللي بيقول ورا الامام. تمام. الدكه دي هنطلعها دلوقتي اهو لما تيجي في الامتحان تبقى عارف تجاوب ازاي. هي دي الدكه. اوكي دكه المبلغ هي دي عباره عن ايه؟ الدكه خشب هنطلع فيها دلوقتي علشان الإمام لما يقول الله أكبر هو هيقول الله أكبر، فبالتالي الناس اللي بيصلوا ورا الجامع يسمعوا إلقاء ويسجدوا. خلاص يا شباب؟ يبقى هو بيبلغ مين؟ مش بيبلغ الناس اللي موجودة في الجامع، ده بيبلغ الناس اللي بتصلي ورا الجامع اللي هم سامعين صوته. خلاص يا شباب؟ طيب إيه ده؟ إيه ده وانت ده؟ إيه ده؟ نقرب كده شوية وتعالى بص عليه. ونور كمان. المنبر. يا شباب اللي هناك ده بيجي في امتحان. ايه المنبر ده؟ بيطلع عليه الامام. المنبر ده بيطلع عليه الامام في صلاه الجمعه والاعياد عشان يوعظ الناس عشان يخطب في الناس. خلاص يا شباب؟ وده تمام؟ ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان وقتها استاذنوه تمام؟ يعني هم استاذنوا الرسول عليه الصلاه والسلام شوف من كام سنه قالوا نعمل مكان جوه الجامع بحيث حضرتك تطلع عليه وتقعد فيه. طبعا الرسول لما بدا يعني ايه يمرض وبدا يتعب فاستاذنوه ان هو يقعد في مكان ما يبقاش واقف. قال لهم طبعا اي حاجه هتفيدني وفي الناس اللي جايه من بعدي طبعا يعملوها تمام كده اهوت. فبالتالي عملوا حاجه بس اصغر من كده اللي هم سموه الممبر. كان بيطلع وقتها درجتين ويقعد على شده في الدرجه الثالثه. عايز يا شباب ده اسمه ايه؟ المنبر عشان ايه؟ يخطب في الناس ومعمول بالشكل ده على اساس ان في وقت معين ما بين الخطبه بعضها ما بين الخطبتين يقدر يقعد ويستريح. لو الامام تعب يقدر برضه يقعد ويستريح. حكينا الحكايه دي الاسبوع اللي فات قلنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله جه سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر استخف ان هو يقعد في المكان اللي كان فيه الرسول. فالرسول كان بيقعد على درجتين ويقعد على الثالثه على شده. قال لك لا هطلع درجه واحده وهقعد على اول درجه. لما سيدنا ابو بكر قعد سنتين وبعد كده توفاه الله جه مين جه من بعده؟ سيدنا عمر. فهمت دوت؟ سيدنا عمر برضه صح. قال لا انا هقعد على رجلي الارض وهقعد بس على اول درجه. خلاص كده يا شباب؟ بعدها بقى لما قابلوا مشكله طب احنا هنعمل ايه في اللي جاي؟ ما كل واحد بيستحي بينزل درجه. قال لك لا نعمل بقى نعمل بالشكل ده طويل في ساعات كتيره على اساس الامام هيقعد فوق خالص. لاحظ دايما فوق المنبر في عندي حاجه اسمها هلال. ها؟ الهلال دوت احنا قلنا ليه فكر فلسفي ورمزي وليه كمان فكر ان انا بشير لاتجاه الابن. خلاص يا شباب؟ تمام. هنقف على كده. نموذج بيت تاني، نموذج بيت تاني غير البيت اللي دخلناه الاسبوع اللي فات. حد فاكر البيت دخلناه الاسبوع اللي فات كان اسمه ايه؟ بيت الزحيم. بيت الزحيم. تمام كده اهوت؟ اهلا وسهلا كده. تمام. بيت الزحيمي، بيت الزحيمي، بيت زينب حاتون الناحيه الثانيه، اسمع كده، بيت الزحيمي اللي هو في نحاسين، بيت زينب حاتون اللي هو موجود هنا اهوت قدام الناحيه الثانيه، بيت العود، بيت الست وسيله، في بيت اسمه بيت الكريتليه الذي فيه احمد مطلون. كلهم بيشيروا للبيت القديم. بمعنى ايه؟ انا لو جبت لك سؤال في امتحان وقلت لك يعني ايه بيت قديم او قارن بيت البيت القديم وبيت الحديث تقدر تستشهد باي بيت من البيوت اللي احنا دخلناها. تمام؟ احنا دخلنا لحد دلوقتي بيتين لكن في بيوت لا حصر لها موجوده في القاهره. طيب انا هقول تاني عشان الامتحان. تمام؟ ممكن امتحان اجيب لك حته من البيت زي ايه؟ زي القاعه اللي احنا فيها دي. احنا قلنا في حاجه اسمها قاعه. ده سؤال بيجي في امتحان، ممكن اجيب لك 3 دي، ممكن اجيب لك سيكشن فيه، واقول لك لو سمحت تمام اشرح لي ايه الرسمه دي؟ فبالتالي هترسم السكتش سيكشن ده اهو، وتقول لي ان احنا موجودين في قاعه، اللي احنا موجودين فيها حاليا دي. القاعه ده جزء من البيت، وزي ما احنا عارفين وقلنا الاسبوع اللي فات القاعه، في حاجه اسمها حرم لك وحاجه اسمها سلام لك، وقلنا لما تبقى موجوده في الدور الارضي تبقى اسمها ايه؟ سلام لك، يعني هي بتبقى مخصصه للرجال. وقلنا دايما القاعات العلويه بتبقى اقرب للحريم، بتبقى مخصصه للحريم عشان كده بتسمى حرمنا. سلام لك معناها سلام لك، سلام لك ده للراجل ان هو يخش في المكان ده اهو. تمام؟ اما حرام لك يعني حرام عليك برضه للراجل ان هو حرام عليه يخش المكان ده اهو. وشفنا هو في المحاضره سلام لك ولا حرام لك؟ احنا في المكان العلوي فاحنا كده احنا يعتبر قاعه حرام لك. وشفنا ان في بعض القاعات مرتبطه بصريا، بصريا معناها ايه؟ ان ممكن اتصال بصري ما بين السلام لك والحرام لك من خلال ان الحريم وهم قاعدين فوق في الحرملي هيشوفوا من خلال المشربيه الاحداث اللي بتحصل تحت في الايه؟ في قاعه السلام. طيب اقول تاني لو جبت لك سيكشن زي ده في الامتحان وقلت لك ده عباره عن ايه؟ وطلع اسهم واشرح عليه هتقول ايه؟ هتقول ده نموذج قاعه موجوده عندي في البيت القديم. ايا كان البيت القديم بقى بيت الزحيمي، بيت زينب خاتون، بيت الست وسيره، البيت اللي احنا فيه اللي هو بيت العود.
تمام؟ والقاعه دي تتكون من اسمع كده شباب اللي ورا في الامتحان اسمع كده والقاعه دي تتكون من تتكون من ايه بقى؟ تتكون من ايوانين. انت هتلاحظ المكان اللي واقف فيه دوت اعلى درجه من الجزء اللي في النص اللي انتوا واقفين عليه. واخدين بالكم الشباب ده اهو الفكر ده اهو الفكر المعماري ده اهو. طيب ليه المعماري يعمل حاجه زي كده؟ عشان يقول لك انت لما تيجي تخش هتخش في منسوب قليل ده منسوب مخصص للحركه. عاوز تقعد مش تقعد هناك هتقعد هنا اهو. فبالتالي القاعه عباره عن مكان انا بخش منه ودي اسمها تمام دي القاعه اللي هي في النص ده هي اللي هي منسوبها اقل من القاعه بدرجه. وقاعة تمام القاعة اللي احنا فيها ديت اللي هي فيها ايوان واحد وايوان اثنين والدرقاعة اللي هي موجودة في النص. يبقى دي مكونات القاعة. اقول تاني مكونات القاعة عبارة عن ايوان واحد اللي هو ناحيتي ايوان اثنين الناحية التانية ودول مخصصين ان انا اقعد فيهم اقعد اكل اشرب نظرا ان في عندنا احتفالية. احتفالية جايزة احنا كلنا بنتجمع كعيلة عشان في عيد او جايزة يكون في احتفالية زي عقد قران او اي مناسبة من المناسبات اللي ممكن الناس تتجمع فيها. يبقى اصبح دلوقتي في فكر الزمان ما فيش حاجه اسمها نقعد نقدر قاعه بره البيت. خلاص كده يبقى لازم البيت بيحتوي على قاعه واشبه ما يكون بقاعه تجمع قاعه احتفالات قاعه مناسبات هي دي اللي احنا بنتكلم عليها سلام لك وحرام لك دايما اهل البيت بيقعدوا فيه تمام كده اهوت ولو في مناسبه الناس بتقعد فيها. يبقى القاعه الشباب اللي ورا الشباب اللي ورا القاعه اللي احنا شايفينها ديت عباره عن ايوان واحد وايوان اثنين وفي النص في حاجه اسمها درقاعة منسوبها اقل من الايوانين وهنلاقي سقفها اعلى. هنا السقف يا شباب مقفول. بص كده بقى نجلي فوق لكن احنا لما دخلنا بيت السحيمي كان السقف مفتوح واحنا سميناها شخشيخه. بس ده بيتفتح على فكره. تمام يبقى اصبح القاعه معالجه فيها فكر انفيرمنتال ديزاين اللي هو انفيرمنتال ديزاين. فكر ان في عندي حاجه اسمها شخشيخه عشان الهواء السخن يطلع منها. وفكر ان في حاجه اسمها ملقف فاحنا شفنا السكتش بتاع الملقف هو دلوقتي مقفول. وفكر ان في حاجه اسمها مشربيه. بص المشربيه شكلها عامل ازاي؟ مشربيه معناها خرط خشبيه في جزء منها ثابت وجزء متحرك جزء منها ضيق وجزء منها بعيد عن بعضه علشان يفتت الاشعه الشمسيه فبالتالي الاضاءه تخش بصوره خافته والحراره تتكسر. فبالتالي دي اسمها معالجه عشان المكان ده ما بقاش فيه حمل حراري كتير. يبقى دي اسمها معالجه بيئيه. الشباب اللي معاه المعالجات البيئيه ممكن يتكلم على مشربيات ممكن يتكلم على خرطه خشبيه بيتكلم على شخشيخه بيتكلم على الملقف دي كلها تحت مسمى انفيرومنتال ديزاين. طيب لو كده بقى اتكلمنا عن فرش الانتيريو ديزاين هتلاحظ ان الفرش يا شباب اللي احنا فيه ده اهوت شايفينه بعينينا كله فرش خشب بلت ان. مش عارف ناخدين قصه ديت ولا لا. ده معناه ايه؟ معناه ان زمان في كتير من القاعات والبيوت ما كانش بيعمل دولاب. الدولاب موجود بلت ان اهو. ده دولاب اللي هو اشبه ما يكون بالنيش عندنا، النيش اللي فيه ادواتنا، حاجاتنا، اطباقنا، ادواتنا اللي بنستعملها نقعد في مكان. خلاص يا شباب؟ يبقى دلوقتي فكر البلت ان ده كان فكر منتشر تمام في الحضاره الاسلاميه. هتلاقي الوعاد اللي ثلاث شلت برضه هو اشبه ما يكون ببلت ان بيلعب بالمناسيب عشان نحط عليها شلت واقعد عليها. الدواليب كلها بلت ان وبرضه خشب، تمام كده اهوت. ففكره البلت ان هتلاقيها منتشره بشده في العصور القديمه. خلاص يا شباب؟ طيب فكره بقى الماتيريالز هتلاقي الماتيريالز دايما الطوائف مفيش فيه حاجه اسمها قرصنه مسلحه. دايما الماتيريالز اللي كانت بتستعمل في البيوت القديمه الطوب الحجر والخشب. تاني الماتيريالز اللي كانت بتستعمل في البيوت القديمه الطوب والحجر والخشب. السقف اللي احنا بنبص فوقينا عليه ده سقف خشب. الارضيه اللي احنا واقفين عليها ديت تمام كدهوت ارضيه خشب. صحيح الماتيريال ده مش خشب لكن تحتيه خشب. تمام كده يا جماعه؟ يبقى الكفر ده اشبه ما يكون بماتيريال زي الحجر بس تحتيه خشب. يبقى اصبح دلوقتي كل الاسقف الموجوده عندنا في المباني القديمه سواء كان بيت او وكاله او بيمارستان او تيكيه او غيره كلها سقف خشب تمام وحوائط حامله اللي هي بتتبني من الطوب والحجر. عشان كده بتلاقي سمك الحيطه كبير قوي. خلاص كده؟ فكان بيستغل سمك الحيطه الكبير ده اهو ان كان بيفرغ ما بين الحوائط وبعضها عشان يعمل دواليب بلت ان. بدا فكر القاعه في البيت القديم اللي احنا موجودين فيه ده اهو اللي هو بيت ايه؟ اسمه بيت العود. ها يا جماعه البيت اللي احنا فيه ده اهو اسمه بيت العود. ست وسيله جنبه. البيت اللي احنا فيه اسمه بيت العود والاثنين بيوت قديمه. خلاص كده؟ وبيت العود ده اسمه بيت العود عشان خاطر هتلاقي في اخر اليوم في شباب زيكم بيجي بيتدرب بيعزف فبيتعلم من هوت العود عشان كده اسمه بيت العود. ده في مؤخرا في العصر الحديث. حد ملاحظ بص الاضاءه جايه ازاي؟ بص الاضاءه ازاي جايه مظبوطه؟ الاضاءه ولا هي قويه قوي ولا هي ضعيفه قوي؟ وبص وانت قاعد في القاعه ديت ازاي قلبك مش منقبض؟ ها؟ تخيل السقف بتاعي ده لو كان مكانه مكان
اللاين الموجود بتاعي بتاع الدولاب. بص كده معايا، لو السقف اللي هو عالي قوي ده كان موجود عند الدولاب، نهايته موجود عند سقف الدولاب. انت وقتها كنت هتحس قلبك منقبض. ها يا شباب، ليه؟ لان النسبه والتناسب ما بين طول والعرض والارتفاع مش مظبوطه. فبالتالي ناخد بالنا احنا كمعماريين في القصه دي، ان انا كل ما بزود طول وعرض لازم ازود الارتفاع. فهمت يا شباب؟ خد بالك بقى، ده المعماري وقتها كان ذكي جدا. يبقى عشان خاطر تقعد في المكان زي ما بيقولوا كده قلبك بينشرح مش منقبض، كان بيعمل ارتفاع اجل ما يكون بدبل هايت علشان الطول والعرض عنده كبير. يبقى كل القاعات اللي احنا بندخلها سواء سلم لك او حرم لك، سواء كانت موجوده في دور ارضي او دور متكرر، لازم هتلاقي الارتفاع بتاعي دبل هايت. طيب ده مش معناه ان كل الفراغات الموجوده عندي في البيت دبل هايت، لا ده قاعات بس. خلاص يا شباب، لما اجي اخش غرفه نوم هتلاقي ارتفاعها عادي، لما اجي اخش مكان تاني ينفع اقعد فيه هتلاقي ارتفاعها عادي. اما عشان القاعه طولها وعرضها كبير فبالتالي ارتفاعها كمان كبير. حد عنده اي سؤال في البيت او في القاعه اللي احنا فيها؟ حد عنده اي سؤال؟ عشان ده بيجي في الامتحان، مفهوم القاعه عباره عن ايه؟ طيب فكره التوجيه يا شباب، هتلاحظ التوجيه اللي ما جاش معانا الاسبوع اللي فات، دايما البيوت القديمه بتوجه على الداخل، فبالتالي اول حاجه بيعملها اوبن كورد. بدل ما نخش وكاله الغوري هتلاقي اول حاجه بيعملها الاوبن كورد. لما نخش التكيه، تمام، اللي هي تكيه ابو الدهر، هتلاقي في عندي اوبن كورد، وكل الغرف المختلفه الموجوده عندي في المبنى دهوت ببص عليه. ففكره المطل الداخلي ده اساس، تمام، ككونسبت معماري موجود في الفكر القديم. تمام كده، ده بيناسب ثقافتنا، فكره ان انا مش عاوز الناس تشوف اللي رايح واللي جاي، خصوصا في البيت، مش عاوز حد يجرحني. وفكره كمان ان هي بتناسب مناخنا، تمام كده، المناخ بتاعنا هو خار، فبالتالي انا عاوز اعمل اوبن كورت عشان احط فيه زرع واحط فيه ميه فيعمل تهويه. فدي كلها افكار بنشوفها في البيت الايه؟ القديم. حد عنده اي سؤال لما نتحرك ونشوف بقيه البيت؟ تمام، شكرا، هنكمل دلوقتي. سؤال بيجي في امتحان، هو ايه؟ ان هو عباره عن يعني ايه وكاله؟ في كده دوت، او بجيب لك بلان لوكاله، وده هنشوفه ان شاء الله في المحاضره. بلان لوكاله رجول، الوكاله احنا فيه دي اسمها وكاله رجول. بقول لك لو سمحت اشرحها لي، عباره عن ايه؟ بعمل ترسم سكتش. فبالتالي هتلاقي البلان دوت فيه اوبن كورت اللي احنا فيه ده اهو، في نص الاوبن كورت في عندي مصدر ميه اللي هو زي نافوره، والاقي تحت عباره عن مخازن. بص بانيك كده دوت، فتحات صغيره ليها ابواب عباره عن مخازن. والمخازن موجوده عندي في الدور الارضي والدور كمان الاول. طب ليه عامل مخازن على دورين؟ عامل مخازن على دورين عشان الدور الارضي دي ديت الحاجه هتتسوق بسرعه. دي الحاجه اللي عليها الطلب، دي الحاجه الناس هيخشوا يشتروها ويمشوا عشان يبيعوها بره في المحلات. طبعا بيبيعوها جمله. طب المخازن اللي فوق، المخازن اللي فوق دي يا شباب دي مخازن موجوده على اساس البضاعه بتاعتي تقعد شويه. يعني الناس اللي هيشتروها هيجوا مش دلوقتي، هيجوا كمان شويه. فبالتالي ما لهاش الاولويه، يبقى الاولويه ان البضاعه هتتباع بسرعه فدي تتحط في الدور الارضي. اما البضاعه تتحط عندي في الدور الاول دي هتقعد عندي ايه؟ شويه. هو الدور الاول ده اللي بيبيعوا فيه صح؟ الدور الارضي والدور الاول كلها مخازن. طب انا عاوز ابيع، ابيع فين؟ بره. لما تطلع بره هتلاقي محلات، وجنب الوكاله في سوق كبير لحد دلوقتي موجود، تمام كده؟ ده مكان البيع. اما الوكاله من جوه مفيش فيها بيع، دي فيها بس ان انا ببيع جمله، ان انا التاجر الكبير هدي للتاجر الصغير بالجمله، وهو بقى هيبيع بره في الاسواق. عرفت يا شباب؟ هو بياخد من المخازن. ولذلك هتلاقي لما تخش اي اوضه من الاوض ديت هتلاقي سقفها، اسمع كده، هتلاقي سقفها حجر. طب واللي فوق؟ واللي فوق هتلاقي سقفه خشب. طب ليه الدور الارضي سقفه حجر وفوق سقفه خشب؟ ليه؟ عشان يتحمل وعشان بص يوسف بيقول ايه؟ عشان ارضي واول مخازن، هينفع ان انا اخزن ارضيه خشب؟ الارضيه خشب هتنهار، مش كده؟ الارضيه الخشب هتقع. فبالتالي انا بخزن على ارضيه تكون حجر عشان تبقى تعرف تنقل الاحمال للحوائط اللي هي برضه حجر، فبالتالي ما ينهارش. يبقى هنا الارضيه حجر، والدور الاول فوق هتلاقي ارضيته حجر. من اول بقى الدور الثاني الثالث الرابع ده كله يا جماعه سكن. خلاص يا شباب؟ فبالتالي الارضيه بتاعتي عليها ايه بقى؟ عليها خشب، تمام كده؟ نظر الاحمال اللي هي واقعه على الحجر مثال الخشب. تمام، خد بالك بقى، يبقى الدور الارضي والاول مخازن. بص بعينيك كده، الدور اللي فوق بقى بعد القش ده في واحد اثنين ثلاثه، دول كلهم عباره عن سكن فندقي. سكن فندقي هتلاقي فيه بعضها غرفه مستقله بذاتها ممكن اجرها، وبعضها عباره عن غرفتين فوق بعض ممكن اجرهم، وبعضهم عباره عن تريبل ثلاث غرف فوق بعض ممكن اجرهم. معايا يا شباب؟ يبقى الفكره العبقريه اللي عملها المعماري في الوقت ده اهو، المعماري المسلم او في الحضاره الاسلاميه، فكره مبنى اسمه وكاله اللي احنا فيه ده اهو، اللي هو هتلاقي الشخص اللي هو موكل من قبل التاجر الكبير، ولو جاي من المغرب او جاي من اليمن او جاي من سوريا ولبنان جاي يسوق بضاعته اهوت، المبنى ده يا شباب هيحتويه هو بضاعته. يبقى هو قاعد فوق بضاعته تحت،
وفي اسطبل كمان ملحق بالوكاله، فبالتالي الحصان والحمار والجمل اللي هو جاي بيه مسافر ده كله اللي هو يعتبر وسيله النقل موجوده فيه، فبالتالي هو برمته كده بكل اللي معاه قعدوا في المكان ده اهو. شوف بقى العبقريه بتاعتنا، العبقريه بتاعت الفكر في الحضاره الاسلاميه، انه يعمل مبنى زي ده وسميه وكاله، وقلنا وكاله جايه من ان في حد تاجر وكل تمام الشخص اللي هو هيجي سواء له بضاعه. طبعا في الاونه الاخيره الوكاله اتحولت وبقت عباره عن غرف تمام اشبه ما يكون بمزار سياحي اخش اتفرج عليه، وهتلاقي بعض الناس بيحبوا الرسم بيقدروا الغرف ديت عشان يقعدوا يرسموا. طبعا هنا بيتعمل ساعات صفلات عشان كده في شيء موجود عندي فوق، هنا في عندي سكتش بس هو حاليا مش موجود. بيبقى في بقى فقرات زي تنوره واعداد بالليل ثقافيه يعني في اللحظه اللي انا فيها مش شغاله، لكن انا عايز اقول لك في وقت تاني ممكن تيجي هتلاقي بسين كراسي وعاملين نقطه تيجي عشان خاطر في تنوره وعرض والكلام ده كله. دي اسمها وكاله الغوري، الغوري ده سلطان موجود عندنا من العصر مملوك البرجي. عندنا اثنين مماليك، في مماليك الاغري تمام ومملوكي برجي. اللي احنا فيه ده من العصر المملوكي اللي ايه؟ البرجي. اسمه الغوري، في مجموعه جنبه اسمه مجموعه الغوري، فالوكاله على اسم سلطان اللي هو كان ايه؟ كان في الوقت دهوت هو القائد، هو اللي كان الملك، هو اللي كان الكبير اللي كان موجود في المكان. هتلاحظ بقى حاجه في منتهى الاهميه اخيره عايز اقولها، اللي هي عباره عن ايه؟ اسمع كده. طبعا يعني القطه بتسلم عليكم، بتسمع الشرح معانا. في حاجه اخيره عايز اقولها. هتلاحظ دلوقتي ان في عندي كوريدور، في عندي كوريدور يا يوسف، ما تخافش من القطه يا يوسف. طب معلش. في كوريدور عندي يا شباب موجود في الدور الاول، مش كده؟ بص بقى السؤال، السؤال. ليه الكوريدور ده مش موجود عندي في الدور الثاني والثالث والرابع؟ بص كده بعينيك، في كوريدور ممر بيلف معايا حرف يو في الدور الاول بس. لو حد شقع. ليه مش موجود في الدور الثاني والثالث والرابع؟ عشان حرمني. لا مش عشان حرمني، عشان ايه بقى؟ عشان الدور الثاني والثالث والرابع دي غرف. ايوه. اسمك ايه محمد؟ محمد؟ طب كده. يوسف ولا يوسف؟ يوسف؟ محمد يوسف مش كده؟ علي 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 شوف انت بتتكلم ازاي؟ عشان الشباب. طب علي علي بيجاوب صح وعلي انت ليك عندي بونص. فاهم اللي هو؟ ليك عندي بونص. اسمع كده. اسمع هقول دلوقتي عشان اجابه السؤال. هقول اجابه السؤال يا شباب. في كوريدور بيلف حواليا في الدور الاول مش موجود في المتكرر، ليه؟ علشان زي ما علي بيقول الدور الثاني والثالث والرابع ده غرف فندقيه. طب غرف فندقيه تطل على ايه؟ تطل اكيد على الفنادق. ما هو دلوقتي التاجر ده عاوز يطمن على بضاعته، عاوز يبص يلاقي بضاعته موجوده تحت ويحس بالامان، تمام كده اهوت؟ لكن الدور الاول ليه مش بتطل على الكوريدور بشكل مباشر؟ ليه؟ ليه في عندي ممر والاوضه بتطل عليه، تمام؟ ليه الكوريدور ده مش ورا؟ ليه الكوريدور ده مش موجود ورا ورا الغرف دي؟ علشان عندي في الدور الاول دور الارضي وظيفه عباره عن ايه؟ وظيفه ايه في الدور الارضي والاول؟ الامن. مخازن، تمام كده اهوت؟ فاصبح دلوقتي انا عشان اخزن حاجتي بخش مباشره من هنا، عاوز اخزن فوق يبقى انا بشوف الشخص اللي يخش يخزن. بشوف الشخص اللي هيخش يطلع البضاعه. اما في الدور الثاني والثالث والرابع ده سكن زي ما علي كان بيقول، فبالتالي انا مش هبص على الممر، انا هبص على الايه؟ على الاوبن كورس اللي هو الفنان المفروض موجود عندي اهو. يبقى ده برضو فكر ليه عبقريه اللي هو ايه؟ ان جه المهندس المعماري تمام؟ عمل ممر ليه علاقه بالمخازن بيبص على الفناء، ولما طلع بقى في الدور اللي فوق عمل الغرف فين بتبص على الفناء وخلى الممر دوت ورا. عايز يا شباب خلى الممر دوت ايه؟ ورا. اخر حاجه عاوز اقولها فكره الدبل هايت. بص كده المدخل ازاي بارتفاع دبل هايت؟ ليه المدخل بارتفاع دبل هايت؟ عشان الكم يخش ان هو الجمل، الجمل كمان فوق ظهره محمل، فبالتالي لازم يخش تمام؟ جمل ومحمل مكان العربيه ناقصه، تمام كده اهوت؟ لازم يخش ويكون في مساحه يعرف يستوعب ارتفاع الجمل بالبضاعه الموجوده على ظهره. قبل ما نمشي جمل، قبل ما نمشي هنطلع بقى فوق وهنلف مكه ونطلع في الادوار العلويه نبص عليها ونشوف فكره الغرف الفندقيه. نسمع كده سؤال زميلتنا. دي مشربيات الموجوده فوق بتطل على الفنان المكشوف عشان دي كانت عباره عن غرفه فندقيه. اللي تحتها عباره عن شرط خشبيه اتجاه خشب عشان خاطر تكسر الاشعه الشمسيه، وفي نفس الوقت انا ابص على تحت وتحت ما تكسرش. الفرق ايه الفرق ما بين فتحه اللي هي عباره عن شمسيه والمشربيه؟ المشربيه بتبقى خارجه عن الحيطه بالشكل ده، هي بروز كانتريفر مصنوعه من خشب عشان بتخلي الواحد يقدر يقعد ويبص. اما دي فتحات اللي هي تكون بشمسيه عليها معالجات خشبيه عشان ما فيش حد هيقدر يقعد فيها، انت بتبص بس. يبقى المشربيه ممكن اقعد جواها، اما دي مش هينفع اقعد جواها. المشربيه دي حاجه جايه بلكونه صح؟ ديت هتبقى برضه عباره عن خشب عشان ينفع افتحها واسلك. المشربيه دي جايه بلكونه. لا عباره عن حاجات خشب، اسمه حاجات خشب. لا ما اسمهاش حاجه من خشب. ما اسمهاش خشب.
حد عنده سؤال؟ ايه هو المشربيه دي ممكن يقعدوا فيها؟ مشربيه ممكن يقعد عليها بلتين تستحمل يعني؟ تستحمل طبعا. وبص على الفينال المكشوف اللي احنا فيه ده اهو. واحنا دايما المشربيه يا شباب مرتبطه بالسكن. فمشربيه ظهرت في البيت وظهرت كمان في الغرف الفندقيه تحت المسمى وكاله، فبرضه سكن مكان ما بات فيه. فاي مشربيه تشوفها اعرف ان هي بتشير ان وراها اوضه حد بينام فيها. خلاص يا شباب؟ يعني مكان فيه اهل بيت او فيه ناس قاعده مش عاوز حد يشوفها. حد عنده سؤال يا جماعه؟ طيب احنا كده خلاص وقفنا، هنصور الصوره جماعيه. لا هو اصلا من الكازيوس اللي انا بتاعه دي. ما تقعد معايا يا اما ادور على كده. انا جاي بسرعه جدا. طب ماشي، انا عندي I'm sorry.